لو الحكاية فيها إن فيديو والحقيقة هذه الشركات كلها أكثر من 50 شركة بتديك وظائف للناس وللبنوك، بتديك وظائف محتاجة مهارات مختلفة، خريج جامعة أو دبلوم أو تعليم متوسط، مش محتاجة مهارات زي ما بتعرفي في العمل. التدريب هيتم في هذه الشركات، احنا بنؤكد على ان هذه الشركات بتدفع ناس اجتماعية من أول يوم، وهي وظائف الرفع الرسمي، بتدير حماية اجتماعية، بتتيح نسبة من المزايا لطالب العمل. المهم ان الشباب هو يقبل على العمل ويقدم في كذا حتة ويختار الأنسب لمهاراته والأقرب للشغلانة اللي بيحبها، ولكن لن يخرجنا من دائرة الفرقة والعوز والبطالة إلا إن قبلنا على العمل.